معلم الاسانسير كثير طول، فينا نطلع على الدرج. هربوا. ليش شو في؟ المباحث معبين المشفى، يلا بسرعة. ميرنا خليكي قوية. الله يكون معك يا بنتي. خليل طولو، مباحث. ارفع ايديك، ارفع ايديك، ارفع ودير وشك على الحيط. يلا شو عامل ابني؟ قلي. لا تخافي تيتي، لا تخافي، ما في شيء ابدا. خليل يا ابني. ما في شيء تيتي، اهدي. وين الكلبشات؟ لبسوا اياها. ليش شو عاملكم؟ يوسف بيك. يلا خدوه، خدوه بسرعه، يلا بسرعه. خدوه. خليل، خليل. يوسف ميرنا امانه برقبتك، دير بالك عليها. طمن. احميها بعيونك، الا انه كل شيء رح يتصير. لا تحكي لها. يلا. كيف أخذينه هيك؟ ليش شو عمل؟ شو بدهن من الشاب؟ ليش أخذوه؟ مين هاد؟ حرامي؟ مجرم؟ ها؟ مين هالغامض؟ شو هالحظ هاد؟ الشرطة ما إلا شغل غيرنا؟ معلم ليش إجت الشرطة وجماعتها؟ ولكن شوي سكوت يا مصطفى. يعني إذا عندهم شي شغلة يقضوا وبدنا نشوف شغلنا بقى. جايين من شان هاد ما؟ اطلع لفوق وجيب له اغراضه بسرعة. يلا. حاضر. يلا اطلع. العمى، لو نفهم بس القصة.
معقول زاهر يكون خبر؟ فكرين إذا استلمتوا الشرطة كل شيء بنتهي، ولك إلي حساب معكم أنتوا كمان ولا؟ لك خلاص. ألو، المباحث أخذت خليل. وتنكر بتياب دكتور كمان. ماشي، رح نرجع. يلا مشي.